السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنودع كلنا جميع برامج تصوير الالعاب والديسكتوب، ومن ضمنهم الـ OBS اللي معظمنا في الوقت الحالي بيستخدمه، وهنشرح افضل برنامج تصوير واسمه الشادو بلاي. هو مش برنامج اي شخص يقدر يحمله، هو عبارة عن برنامج بيكون في كروت شاشة معينة. المهم دلوقتي هنفهم كل تفصيل عن الشادو بلاي وازاي نصور بأعلى جودة وحجم صغير في نفس الوقت. اول حاجة هنضغط على Alt و Z، ده يفتح لنا واجهة الشادو بلاي، ونبدأ بأول خيار معانا بل اهمهم من وجهة نظري، وهو Instant Replay. طيب عاوزين نفهم هو عبارة عن ايه الاول؟ هو عبارة عن انك بمجرد ما شغلته وعملت له Turn On هتقدر تحتفظ بآخر 5 دقايق انت عملتهم على الجهاز، والخيار ده اتعمل مخصوص عشان الناس اللي كانت بتلعب وتعمل لقطات كويسة في ألعاب وتكتشف في الآخر انهم ما كانوش بيصوروا. طيب نقدر نزود المدة بتاعة تصوير آخر دقايق عملتها على الجهاز دي؟ أيوة نقدر. فهندخل على السيتنج مع بعض. أول حاجة انت هتعملها الفيديو كابتشر حسب ما تحب. انا حابب ارجع اخر 5 دقايق عملتها في الجهاز بحيث ما ياخدش مساحة كبيرة مني، انت ممكن تعليها وممكن لا، كل واحد واستخدامه وعلى حسب المساحة المتاحة في الجهاز. تاني حاجة هنيجي على الكواليتي، وبرضو ديت كل شخص وعلى حسب قوة جهازه، لو جهازك قوي اعملها على هاي، فانا عاملها على كاستوم. ننزل على ريزولوشن الشاشة، نعملها 1080 والفريم ريت على 60. ننزل على البيت ريت، انا عاملها على 25 ومرتاح فيها، وهنا مرتاح فيها من ناحية الجودة، جودتي كويسة مش وحشة فحاببها على 25. طيب الجودة عندك مش عاجباك، انت ممكن هنا تزود البيت ريت، ولكن خلي بالك ده هيزود لك مساحة الفيديو، فشوف ايه اللي يديك جودة كويسة وبحجم مناسب. المهم بعد ما خلصنا نضغط سيف، وما تعملش الانستنت ريبلاي تيرن اون دلوقتي. ليه؟ لان لو عملتها تيرن اون دلوقتي مش هنعرف نغير في الاعدادات اللي احنا لسه هنقولها كمان شوية، طول ما هي تيرن اوف نقدر نغير في الاعدادات اللي احنا هنقولها كمان شوية، فخليها دلوقتي تيرن اوف عشان تقدر تعدل معايا في البرنامج. وهنيجي على الخيار اللي بعده هو المايك، لو حابب تشغله هتضغط على اولويز اون، لو حابب ما يكونش في صوت هنضغط على اوف. طيب في حاجة مهمة جدا جدا في السيتنج بتاعت الصوت، هنضغط على سيتنج الصوت كده مع بعض، وهنيجي هنا هنلاقي الخيارين بتاعت الاوديو تراكس ده، هنضغط على سبارت بوست تراك، ده اهم خيار. هو ده معناه ايه؟ انت بمجرد ما ضغطت على الخيار ده كده لما تصور فيديو بتاعك وتيجي تحطه على برنامج المونتاج ايا كان، هتلاقي ان في تراكين، التراكين ده تراك لصوتك وتراك لصوت اللعبة، بحيث ان مثلا ممكن صوتك يبقى جنبك ازعاج في المكان، وفي نفس الوقت انت عملت لقطة كويسة يعني تقدر تشيل صوتك في الوقت ده وتوضح صوت اللعبة بس مع اللقطة الكويسة، احسن ما تنزل صوتك وجنبك ازعاج. فديت نقطة كويسة جدا انك بتحط الفيديو في برنامج المونتاج يظهر لك تراكين، صوتك وصوت اللعبة. نضغط باك ونرجع على السيتنج العامة. السيتنج العامة هنا هناخد اهم نقط فيها، وهنا اول خيار اللي هو العلامة المائية بتاعت الشادو بلاي، وهنا ديت فايدتها ان هي بتنبهك اذا كنت بتصور ولا موقف تصوير. نيجي على اللي تحتها ديت ال FPS، وديت مهمة جدا، دي بالنسبة للناس اللي حابة تعرف هما بيحصل لهم دروب فريم قد ايه او الفريمات ثابتة ازاي، وديت بنظهرها يمين او شمال او فوق او تحت حسب ما كل واحد يحب. نضغط باك وندخل على الكيبورد شورت كاتس، وديت برضو هناخد فيها الحاجات المهمة فيها بس مش اكتر. اول حاجة اللي هي الالت زد ديت اللي بتظهر لي واجهة البرنامج،
هتيجي هنا على الريكورد وتنزل هتلاقي هنا السيف ذا لاست 5 مينتس ديت، انا عاملها F8. واف 8 ديت دي معناها ان انا اول ما اضغط F8 هترجع لي اخر 5 دقايق عملت فيهم شغل على الجهاز، ايا كان لعبة ايا كان ديسكتوب ايا كان هيرجع لي اخر 5 دقايق. تاني خيار تحته على طول اللي هو المانوال ريكوردينج، وده عاملها الت واف 9، وده عبارة عن انك لو حابب تصور فيديو شرح براحتك وتقف وتوقف التصوير وقت ما تحب برضو، يعني نظام تصوير عادي جدا جدا زي وزي الاو بي اس وزي باند كيم وزي برامج كتيرة، تصور وقت ما تحب وتنهي التصوير وقت ما تحب. هنيجي هنا على اللايف، طبعا قلنا الشادو بلاي مش بنرشحه في اللايف او بنرشح الاو بي اس في اللايف. هنا نرجع وننزل على الخيار اللي بعده هو الريكوردينج، الريكوردينج ده وده اللي نقدر نحتفظ بالاماكن الفيديوهات اللي هنحفظها، كل واحد على حسب المساحة المتاحة ليه في الجهاز وبناء عليها بيحدد الفايل اللي هيحفظ فيه الفيديو. نضغط باك ونيجي على الهايت لايتس، وديت هنعمل لها هنطفي الخانة ديت، وهي عبارة عن ان هي ممكن تحفظ لك فيديوهات من غير ما انت تكون عاوز تحفظها، فعشان ما تملاش مساحة على الفاضي نطفيها. المهم دلوقتي نضغط دن، وبكده نكون خلصنا شرح برنامج شادو بلاي. وخلي بالك يعني برضو نسيت اقول لك حاجة بقى، بعيدا عن اي حاجة، ان ده اول فيديو اشرح فيه حاجة بالشكل ده، فلو عجبك الشرح ادعمني بلايك وسبسكرايب وبس كده، يلا في رعاية الله.